انا ندى سعد، وبمناسبه رمضان كل سنه وانتم طيبين هعمل معاكم بيف باي. اول ستيب هنعملها هنتبل مكعبات اللحمه بملح وفلفل. وبعد كده هنشوحها لحد ما تتكرمل. بعد كده هنشيلها وفي نفس البان هنحط البصل والجزر والمشروم ونبتدي نسويهم. بعد كده هنحط الدقيق وكل البهارات والماسترد والصلصة وهنقلبهم كويس جدا. بعد كده هحط مكعبات اللحمة والشوربة، هنحط لاكتال بروفيشنال ميلك وهنسيبهم يستووا على نار هادية خالص من ساعة لساعة ونص لحد ما اللحمة تبقى فورك تندر. لما نيجي نعملها بالشوكة كده نلاقيها بتتقطع معنا. هنغطيها بالبوف بيستري وبالبرشت بالبيض، وبعد كده هندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. اي فوالا، انجوي ات، وكل سنه وانتم طيبين. بون ابيتي.